دكتور طيلة الدوري العراقي أثر إيجابي أم سلبي على لاعبينه؟ والله طبعا طول الدوري العراقي بمسائل إيجابية وبسلبية، الأكثر هي سلبية طبعا لأنه انسحب إلى الصيف، واللاعبين في فترة الصيف تدري الإرهاق والإجهاد وعدم الاستراحة بالفترة الواقعة ما بين نهاية الدوري وما بين البطولات اللي راح يخوضها المنتخب. بالنسبة للاعبين يعني عموما مو لاعبي المنتخب الوطني، أنا أعتقد أنه يعني يكون لو بالدوري فترة طويلة أو يروحون معسكرات خارج العراق أو داخل العراق حتى يحافظون على لياقتهم، أما لاعبي المنتخب يجب أنه يعطى يمنحون استراحة كافية قبل البطولات، يعني قبل بطولة آسيا وقبل غرب آسيا وقبل تصفيات كأس العالم، يجب أن يمنحون من قبل أنديتهم والاتحاد فترة كافية من الاستراحة حتى ممكن أنه يسترجعون لياقتهم وقدرتهم حتى يعني يستأنفون اللعب بقدرة كاملة. أما الإيجابيات البسيطة اللي طول الدوري وهو أنه احنا بالنسبة لنا بالعراق ما تدري ما عندنا في الدوري آخر ممكن أنه يسد فترة الفراغ اللي ما بين نهاية الدوري وبداية الدوري القادم كبطولة كأس مثلا طويلة الأمد أو قوية أو بطولات مثلا بين المحافظات أو كأس خاصة ما عندنا، فلذلك هذه يعني طول الدوري ده يشغل اللاعبين بهالمدة حتى يوفر لهم اللياقة الكافية. همام طارق غيابه عن مباراة القادمة المنتخب الوطني. همام طارق أصيب بشد عضلي بالعضلة الخلفية نتيجة الجهد اللي قدمه، وتدري هم أنه هو فترة يعني كان بعيد عن الملاعب ما عنده نادي أو بعد ما موقع مع نادي آخر، فارتأى المدرب أن يبعده لأنه الإصابة يعني يحتاج بها 7 أيام على أقل تقدير، فارتأى أنه يرجع إلى نادي مالته اللي وقع وياه من جديد النادي الإسماعيلي المصري ويعاود العودة إلى المنتخب في تصفيات كأس العالم إن شاء الله. الإسماعيلي جاهز؟ درغام إسماعيل بالوقت الحاضر في وضع جيد وهو يتحسن، وإن شاء الله إذا مو المباراة القادمة فالمباراة اللي بعدها يشترك.